كشف مدير التربية لولاية تيزي وزو عن قرار غلق المدرسة الابتدائية في ولاية تيزي وزو، وهذا بسبب تسجيل حالات إصابة بكورونا فيروس. بالتشاور مع السيد المفتش السلطات المحلية قلنا صحة التلاميذ أولى من الدراسة، وبالتالي قررنا أشعرنا السلطات المحلية وأشعرت الوزارة بأننا قد قررنا غلق المدرسة حتى يتسنى يعني للفرق الصحية غدا التحقق من ما يقال بأن هناك في الأول قالوا 10 ولكن فيما 10 إصابات في أولياء التلاميذ في القرية، وبعد ذلك تأكد أن هناك 5 إصابات أو 6 مشتبه فيها. أضاف مدير التربية لولاية تيزي وزو من أنهم عدم وجود سبب صحي آخر لغلق المدارس الابتدائية الأخرى المتواجدة على مستوى نفس البلدية. هناك أنباء اليوم عن غلق مدرسة في فردود بعين الحمام بأبي يوسف، أيضا هذه المدرسة ولكن لم تغلق، يعني تخوف الأساتذة لأن كون المديرة ظهر أنها أصيبت قبل دخول المدرسة. احتياطا السيد المفتش كلف أستاذ بإدارة هذه المدرسة، والأمور سارت على أحسن ما يرام، يعني ما انقطعتش الدراسة.